البلد متعطلة من سنة ونص وكل يوم يتقال في تعديل وزاري يا أستاذ عمرو، في ناس منتظرة هذا الأمر. طب إيه اللي يخلينا يعني، هل يعقل إن في وزارات زي وزارة الصحة زي وزارة الدولة الإعلام لغاية دلوقتي ما لا 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 ما تلاقيهم وزراء مثلا يبقوا موجودين؟ مع احترامي وتقديري للي بيعمله الدكتور خالد عبد الغفار، هو راجل محترم وبيشتغل كتير جدا، إنما ما يبقاش في بطء في اتخاذ القرار، لازم يبقى في قرارات قوية وسريعة، لازم بالفعل نحس بالحركة الدائمة والمستمرة. هنشوف الرئيس 24 ساعة بيشتغل، ما بيقعدش على حيله، كل مكان بنلاقيه موجود على طول وعنده قناعة باللي بيعمله وعنده وعي تمام. طب هنا برضو أسأل تاني على دور مجلس النواب، انتوا ناقشتوا الموازنة ثم نحن نناقش الموازنة ونقدم انتقادات وهذه ونقدم اقتراحات، ويفترض أن الحكومة تترجم هذا الأمر إلى يعني أمور فاعلة على أرض الواقع. لكن زي ما قال أحد النواب، ما ينفعش كل سنة نبدي ذات الملاحظات عن أموال لا تجمع. طبعا الضرائب بتقوم بدور هي يعني كبير وتؤدي دورها، ولكن ده اللي انا بقوله سيادة النائب، ان كل سنه تحدث. يعني النهارده لقيت مناقشه جاده فعلا، الناس بتنتقد، الناس ماسكه بنود وبتتكلم فيها، ولكن بعد كل هذا لا يحدث شيء. طب وايه قيمه بقى مجلس النواب في هذا الامر؟ انا اسالك سؤال يا استاذ عمرو، يعني هل يعقل ان قانون التصالح، قانون البناء والامور دي اللي هي معطله حياه الناس، انا بسال رئيس الوزراء عبر برنامج، السيد الرئيس ادى تعليمات من اكتر من 3 سنين، قال لهم يا جماعه خلصوا قانون اشتراطات البناء، البلد متعطله، البلد واقفه، 135 مهنه، ناس كبار كانوا مقاولين كبار بيشتغلوا على توك توك دلوقتي. طب مين المسؤول عندها؟ ما الحكومه المسؤوله عندها، ما اللي جابوا لنا القانون في مجلس النواب ولا مفعلين ده؟ طب حضرتك يا سياده رئيس الوزراء وانت يا حكومه قاعدين مستنيين لما الناس تشحت في الشوارع؟ ده مش اقل من 5-6 ملايين شخص بيشتغلوا في هذه المهنه، لماذا الصمت؟ ما هو ده الاداء اللي يخليك يقول يعني الناس دي بتتسبب في حاله احتقان مجتمعي.